طب منتخب مصر المنتخبات اللي هيلعبها في مجموعته هم مين، وشايف وضعية المنتخب في التنافس داخل المجموعة بتاعته تبقى عاملة ازاي؟ احنا عندنا تشيلي وعندنا تشيك تاني ماتش، وعندنا السويد تالت ماتش. تمام. السويد هي المرتبة الأعلى طبعا بحكم قوتها في أسياد اللعبة. طبعا. منتخب تشيلي هو صعد لأن عن أمريكا الجنوبية، وما كانش فيه تصفيات، اضطروا إنهم يصعدوا أفضل ترتيب. تمام. فصعد، لكنه طبعا يتفوق على الفريق البرازيلي بشكل كبير جدا، والفريق البرازيلي بيضم اهم لاعب في برشلونه، فمن الفرق القويه برضو. فعلى الاقل انت هتواجه منتخب كويس، يعني منتخب قوي مش منتخب ضعيف. لكن ليس مصنف من السبعه الكبار يعني. يعني حضرتك متوقع ان منتخب مصر والسويد هم يصعدوا مثلا؟ لان هم بيبقى اثنين من كل اربعه. اتنين من كل أربعة، صح كده؟ وأفضل توالد، وأفضل توالد عشان العدد زاد، علشان العدد زاد. صحيح. طيب احنا الاستادات اللي هتقام عليها البطولة هم أربع صالات. أربع يعني منشآت رياضية، عايزين حضرتك تدينا فكرة عنهم وأهم ما يميز يعني المنشآت دي. هي الصالة الرئيسية في استاد القاهرة هي قديمة وتم تجديدها. تمام. وتم تحديثها بأحدث نظم، يعني احنا لأول مرة هتلاقي فيه الشاشات موجودة في الملعب، بتجيب لك الملعب من كل زواياه من كل جمهوره، يعني الشاشة اللي هي بتبقى محطوطة في ايوه في السنتر الملعب من فوق بيبقى شايفها الجمهور من 360 درجة. ايوه. فدي ما كانتش موجودة عندنا، بقت موجودة. المراكز الإعلامية تم تطويرها بشكل كبير جدا. بقى في بنية هايلة للإنترنت بشكل كبير، لأن في كل صالة، في كل صالة كده. الصالة المغطاة باستاد القاهرة ادي واحد. صالة العاصمة الإدارية دي في المدينة الرياضية جديدة، صرح رياضي جديد. صرح رياضي جديد لمصر في مدينة الجيل الرابع أو أحدث جيل بالنسبة لل أعتقد هنبتدي نفهم ونستوعب جمال أو التقنيات اللي موجودة في المدينة الرياضية اللي بتقام عليها البطولة خلال البطولة. هنبتدي نشوف ده عملي، ونبتدي نقدر الكم الموجود اللي حصل. وكمان الناس اللي هتلعب هناك برضو هتشوف يعني مصلحة فين برضو، يعني يعني برضو دي من الأشكال برضو انك تشوف مجتمع جديد. بالظبط. هو مرآة بتعكس مصر الجديدة، مصر الرقمية الحديثة. طب عندنا ايه تاني صالات تانية موجودة؟ صالة الدكتور حسن مصطفى في 6 اكتوبر. تمام. ودي حاجة هايلة جدا، ما يعني يفتخر بها كل مصري في اي مكان بصراحة، يعني والصالة ديت بقت مجمع دكتور حسن مصطفى. بمعنى بقى فيها مقر الاتحاد الافريقي لكرة اليد. تمام. بقى فيها مقر اتحاد دولي لكرة اليد. هايل. يعني يعني اي عايزين يعملوا اي اجتماعات يعملوا فيها مجمع رياضي، مجمع كبير. غير عادي. غير عادي يعني. يعني الامانه كمان في مقصوره رئيسيه زجاجيه تتفرج يعني يتفرج عليها كبار الزوار بدون ان هم يدخلوا ارض الملعب. هايل. يعني يعني في نوع من بخلاف بقى غرف خلع ملابس، بخلاف الجيم، بخلاف كل الامكانات موجوده داخل كل صاله، صالات قاعات الفي اي بي والفي في اي بي، كل حاجه يعني معموله نموذجيه.